الاهرام خلص بقى البوليس مسدسات هتخلص. ما هو اكيد مش عامل حساب وتلاقي الحراميه جم على غفله. طب اطلع اشوف ايه. لا يا حدق اطلع انت الاول. يا عم انت خايف؟ انت جبان يالا ولا ايه؟ اطلع شوف ايه. مش خايف ولا حاجه بس يعني في اكل ايه؟ اطلع انت طالما انت مش خايف. طب نطلع نتسمع بعض. بقول لك عملت لنا اكل ايه النهارده؟ ده اسمه ايه بقى ان شاء الله؟ مسموش. مش انت الوحيده اللي فينا ما بتشتغليش؟ طبيعي انا افتكرك انك عملت لنا اكل. على فكره انا مش الخدامه البابا جايبها لي. خصالك يا داليا. خدامه ايه؟ هو انا يا بنتي لما اعمل اكل البيت ابقى خدامه؟ ده بيتك يا داليا. وانت عملت ايه؟ رفضت طبعا. انا قعدت انصح بيه يا عم كارك. طيب طالما بقى ان شغل البيت مش عاجبك، ايه رايك تنزلي معايا المحل تساعديني؟ عينيا ليكي. بس انت عارفه انا مطلوبه وفي ناس بتدور عليا. لا ما انا هصبغ لك شعرك يا شيخه. اه وهخلي البت رانيا كمان تقص لك حته قصه محدش هيعرفك تاني بعدها. شكرا يا سهير. ميرسي. خلاص قربت تخلص كده بقى. انت رجعتنا تاني لنقطه البدايه. طالما انت الوحيده اللي فينا ما بتشتغليش يبقى هتعملي لنا الاكل وتروقي البيت وتنضفيه عشان بس ما تزهقيش. انت عارفه القعده وحشه وبتجيب المرض. اللهم احفظنا. واللي مش عايز وما بيعرفش يعمل كده اتعلم يا ماما. يلا قومي على المطبخ اتعلمي. ولو احتجتي اي حاجه انتهي بس عليا هتلاقيني جنبك. يلا يا بنت قومي الحركه بركه. يلا قومي. اه ما تنسيش انا اكلي ملح وخفيف بحبه كده. يلا يا بنت قومي الحركه بركه. اوكي رجلك. انت ربنا هيخلصها من الهم ده. السلام عليكم. عليكم السلام. مش استاذ حامد موجود؟ لا مش موجود. اقمر. رحيم رحيم ادخل. خش. خش فين؟ مين ده؟ قول لي في اي جديد؟ لسه بندور على لميا بس للاسف مش لاقينا. بس ما تقلقيش قريب قوي هتتجاب. قومي يا بنت خشي جوه. قومي. ممكن اعرف بقى مين سيادتك طالما الهانم ما بتردش؟ معاكي المقدم رحيم السيوفي من الامن الوطني. امن وطني؟ ايوه. انت عارفه طبيعه شغلنا ساعات يعني تخلي شكلنا. انت فاهمه مش كده؟ انتي سهير؟ اه بس والله العظيم يا باشا احنا مالينا دعوه باي حاجه. عارفينك يا سهير انتي كويسه. شوف يا سهير داليا هانم بريئه وانا بحقق معاها عشان اثبت براءتها. وراح بقى اعمل لنا كوبايتين شاي عشان هنتكلم كلام مهم. هما كمان عارفوا طريقتنا؟ انك لا اديني ثبتها لك اهو عشان تخف عنك شويه. رحيم شوف لي مكان تاني اقعد فيه. اديك شايف الخنقه اللي انا عايشه فيها دي. حاضر بس استحملي شويه. مش عايزين نفتح على نفسنا فتحه دلوقتي. على الاقل لحد ما نلاقي لمي. وقريب قوي هحللك موضوع المكان ده. يا رب. طمني عليك انت في عندك جديد؟ الحمد لله رجعت القصر والمركب. الحمد لله. عقبال ما ترجع كل حاجه. كل حاجه كل حاجه. ولا هشام رايحين فوق؟ اه تعرفش عايزنا في ايه؟ يمكن عشان نحضر نفسنا عشان ننقل القصر كلنا. لا لا في حاجه مش مريحاني. حاجه ايه؟ مش عارف. انا قلت استناك ونطلع مع بعض. طب يلا بينا. يلا. حلمي معايا. تعالى حلمي. تعالى يا عم وانت غريب. صباح الفل. صباح الخير. صباح الفل يابا. يا لهوي. حطي ايدك فينا ابو ورده يا نجس. ابو ورده يا كلب يا ابن الكلب. تفو عليك وعلى اللي رفضوك. ابو ورده اللي قتل اختك. خصص.
خس خس خس. استهدى بالله بس يا حاج بدر، استهدى بالله، انا هفهمك الموضوع. فهمني انت كمان يا سحيل، هتفهمني ايه يا كبير يا عاقل؟ بتمشي على هواه بدل ما تعقله. الحكايه حصلت غصب عني، الواد استنجد بيا، كنت عايز نسيبه يعني. ايوه يا اخويا سيبه، سيبه وتعالى قول لي او قول رحيم اشتغل على وسخته تبقى اوسخ منه كمان. كده انا مش واسخ، انا كنت بنقذ مراتي. هو خطف مراتك ليه يا رنة؟ مش من عمايلك معاه قبل كده؟ خلاص يا حاج بقى، خلاص خلاص. كنت عايزني اعمل ايه يعني؟ ابنك اتحبس وسابني وسط ناس زباله، ها؟ كنت عايزني اطاطي ولا اعمل اي حاجه تخليني فوق؟ يلا خلاص يا حاج، خلاص يا حاج، حسبي الله ونعم عليك. بيتا اوعى سيبوني. اهدى يا حاج، اهدى يا خويا. عاجبك كده؟ ابو وردة الكلام ما منوش فايدة. في ناس ما تربتش على الأصول، وأنا هربيك. تربيني؟ أنا مش صغير يا رحيم. وأنت حسابي معاك بعدين. رحيم، الموضوع مش زي ما أنت فاهم يعني. الكلام خالص خلاص يا حلمي. لا مخلص، ده جزاتي في الاخر، وقفني زي التلميذ قدامك وفي الاخر عسبني وتمشي. كل اللي انا فيه ده بسببك انت. بسبب يعني؟ ايوه بسببك. لو انا كنت عايز احمي حاجتك وفلوسك واهلك وانت مرمي في السجن، ما كانش عماد وامينه وسامي وسيد قلبوا عليا ونطروني من الهبره دي كلها. كان زماني دلوقتي واقف على رجلي يا راجل. ده انا مش قادر ادفع مصاريف جامعه البت. يا ريتك ما كنت سبت عماد وامينه وسيد، كل ده كان اهون عندي من انك تحط ايدك في ايد ابو ورده. انا ما حطيتش ايدي في ايده، اسمها سلكت راس اخوك من ايده. مين بقى اللي سلك راسك وراسه من ايد ابو ورده؟ عماد. عماد ازاي؟ قال عشان العشرة اللي بينك وبينه والهري ده. على العموم أخوك عندك، اعمل فيه اللي انت عايزه. رحيم، ما تتكلمش معايا تاني بالشكل ده، فاهم؟ الغدا جاهز يا سيد. ايه يا اخويا مالك؟ مالك يا سيد؟ يو؟ مالك يا سيد؟ فهمني، فاتفضلي. ما ينفعش. هو ايه ده اللي ما ينفعش؟ انا سيد الوكيل، رحيم ياخدني تحت باطه ويسحبني زي الخروف قدام اللي يسوى اللي ما يسواش. لو كلمت اكتر من كده هموتك. ليه بس؟ انا عملت ايه؟ انا ذنبي ايه بس؟ عشان بتستعبطي. طب وعزة جلالة الله؟ انا ما اعرف حاجه، فهمني بس في ايه. وعزة جلالة الله ما اعرفش حاجه. مش انت يا بت اللي قلت لي خرج رحيم من الحبس وهو هيشيلها لك جميله؟ اه هشيلها جميله. وشفط شفط المركب وسرقها مني. سرق المركب شاع عمري 7 سنين، 7 سنين بشقى عشان اكبر المركب، ويجي هو ياخدها على الجهاز. يعني انا مش موجود، المركب دي مش كانت راحت مع كل الحاجات اللي راحت لما اتسجن؟ الاصل ده، الاصل ده مش كان خرب وبقى خراب على اصحابه؟ ابشرك الحياه، رحيم بيلم حاجته ومحتاجه وجاي، جاي عشان يرمينا في الشارع زي الكلاب. اهدى بس، اهدى. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ مش معقوله طبعا يعني.
مستحيل يعني رحيم ياخد المركب ويسيبك كده، وبعدين مستحيل كمان يطردنا من القصر زي انت ما بتقول. ضحكتيني. هو انت عايزاه يقعدني على البارة نازل مشاريب للزباين، ولا اقولك يجيب لي اوضه الجناين؟ انا هعيش في اوضه الجناين، جوزك هيعيش في اوضه الجناين يا رحاب. ولا عمره يحصل الكلام ده ابدا، سيبني بس وانا هتكلم معاه. حسك عينك، ده انا هخلي رحيم يمشي في جنازتك الصبح لو عرفتني اتكلمتيه. هو انت فاكره يا بنت يعني لما تقولي له كده هيقولك رجع له تعبه وشقاه؟ ده مش بعيد يفتكر انك خايف منه. وطالب رضاه، قوم هو بقى يسوق فيها بعينه بعينه. انا ما كسرتش يا بنت سيوفي، ما كسرتش، ويمين الله لرجع كل حاجه بدراعي. اهدى يا اخوي، اهدى، لا يحصل لك حاجه من الزعل. رحيم لا يمكن يأذي جوز اخته. انت عايزه تكلميني؟ عايزه تكلميني تاني؟ ايه؟ يعمل معايا ايه؟ رحيم ما يقدرش يعمل معايا حاجه. أنا لو عايز أذيك كنت عزيته من زمان. أنا عايز أذيك. إيه ده يا سيدي؟ أنا هطلع له فيه. هبوظ كل حاجة.